من وعظ بغيره. إن باب التكفير عندما يفتح يذهب العقل ويأتي الجنون، ولكل أسانيده يصرفها على حسب جنونه. وكانوا قديما عندما بدأ هذا الأمر في أول الثمانينيات من القرن الماضي يفجرون بلا تمييز، يفجرون الحافلات ويعتدون على الناس في محلاتهم بل وفي بيوتهم، ويخربون ويشعلون النيران بالأحقاد في كل مكان. وكان السؤال هو: إنك إذا فجرت حافلة لأن من فيها من الكفار، ألا تأمن أن يكون فيها من هو على مثل ما أنت عليه؟ وكان الجواب حاضرا، فإنهم كانوا يقولون: يقتلون هكذا ويبعثون على نياتهم، يقتلون هكذا ثم يبعثون على نياتهم. أزالت هناك بقية من نصح لأولئك: اتق الله في المستقبل، فإن الحياة فانية وإن أيامها لمنقضية، وتأمل فيما يكون منك تحت ناظريك، وتصور ما سيكون منك بعد رحيلك عندما تفتي وتهيج وتدعو إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح. ويحك، أتحمل إثم هذا كله؟ وتحمل هذا الإثم كله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله في النار، لكبهم الله في النار جميعا ما داموا قد اشتركوا في دمه. ومعلوم أن الخوارج القاعدة الذين يهيجون الشباب الطائش الذي يذخر قلبه بالحماسة الإسلامية ويخلو عقله من الأمور العلمية فيندفع طائشا لا يلوي على شيء، الخوارج القاعدة هم شر الخوارج، شر الخوارج طرة، هم الخوارج القاعدة، يهيجون ولا يخرجون بأنفسهم ولا بأبنائهم، وإنما يحصلون الثمرات في النهاية ولو كانت مرة، ولكن لا يشاركون، فلا يقتل منهم أحد ولا يضحى منهم بأحد، ولا يخوض مسيرة الجلاد والكفاح كما يقول جهادا في سبيل الله منهم أحد. والمتسبب كالمباشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر في شأن القوم الذين أفتوا بغير علم. وكان رجل منهم لما كانوا في السفر أصابه شجة، وهي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ سألهم: أصابني ما تعلمون وقد احتلمت، فهل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، تتيمم والماء حاضر. أفتوا بغير علم، تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما علم ذلك رسول الله قال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعلهم قاتلين ولم يباشروا ذلك، ولكنهم كانوا سببا فيه بفتواهم التي أفتوا بها. فكذلك كل مفتٍ يفتي بأمر يتسبب عن ذلك الذي أفتى به إراقة دماء أو هك أعراض أو سلب أموال أو إحداث الخراب في البلاد،
أو إشعال نيران الفوضى فيها حتى تسلم إلى أعدائها. كل من تسبب في ذلك فهو كالمباشر له. ومعلوم أن من أخذ بالفتوى ربما قتل نفسا أو نفسين، وأما هو فيتحمل وزر كل المقتولين من جميع القاتلين، فما أعظم جرمه وما أكبر إثمه. ألا فليخزنوا ألسنتهم فإن البلاد تضيع. نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إن علمت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.